بسم الله الرحمن الرحيم. فرض ان انا عندي اي 2 حائط مثلا، او عندي اي 2 كاميرات، او عندي خطين عايز ابدا اقسمهم وارسم بينهم اي حاجه انا عايزها، سواء استراكشر فريم او اي حاجه. تمام، هبدا ارسم الخطين بتوعي اللي ابدا اشتغل عليهم. اريكم مثلا خل الخط ده على هيك قوس بالشكل دوت. تمام، واخد كوبي، دول اللي هبدا اوصل بينهم بمسافات متساوية. طيب أبدأ الموضوع ده إزاي؟ أشتغل على الداينامو، أبدأ هنا أقول له سيلكت موديل عشان أعمل سيلكت للحاجة اللي أنا عايزها. تمام، أهوت. طيب خليني أعمل له سيلكت لدوت. طيب الخطوة اللي بعد كده هقول له كيرف موديل عشان يعرف إن ده كيرف إليمنت. تمام، اهوت. عايز اعرف طوله كله قد ايه، على اساس الطول ده هبدأ اقسم. هقول له كيرف لينث، كده انا عارف طوله قد ايه. طيب عايز ابدأ اقول له حط لي نقاط، فبقول له بوينت. تمام، طيب انا دلوقتي اديته الكيرف، بس عايز ابدا اقول له اقطع كل قد ايه. طيب عشان اقول له كده هحتاج ان انا اشتغل بكود، هستخدم كود بلوك. كود بلوك دوت ببساطه هقول له ابدا لي من الصفر، وبعد كده اديله نقطتين المسافه اللي هتمشيها قد ايه. لسه مش عارف، فهقول له اعتبرها اللي هي ان جي. تمام، وبعدين نقطتين. طيب هتمشي كل قد ايه مثلا؟ هقول له ال اي ان ستار لاين. طيب هقول له ده اللينس بتاعك، يعني دي المسافة الكلية. هقول له دلوقتي ران عشان أعرف المسافة الكلية قد إيه، يعني 70,000. فهقول له اللينس بتاعك، الانتجر بتاعك أو النمبر، ما دام 70 يبقى خليها مثلا 1000 مثلا أو 500. تمام، خلينا نقول له ران. 70,000 كتير أوي، 500 خليها 5,000 وقول له ران. بالشكل ده تبقى معقولة شوية. تمام، طيب هاخد أنا الكلام ده كله أعمل له كوبي بيست هنا. بس ده هقول له بقى اعمل لي سيلكت على الخط التاني. سيلكت هاجي هنا، ممكن افصل دوت. هقول له ان انا عايز ده دوبليكيت، ممكن اقول له ريموف واقول له سيلكت موديل تاني. سيلكت موديل، تمام. ده هقول له هنا اعمل لي سيلكت على الخط التاني دوت. واقول له وصل لي دوت بالإليمنت دوت. تمام، هقول له بعد كده ران، قال لي ان هو قسم لي. طيب انا عايز اوصل بينهم، هقول له ارسم لي لاين بينهم. لاين 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 ستارت بوينت، اقول له خد دوت النقطة دي وصلها بدي، ودي وصلها بدي. اللاين بيترسم بايه؟ بستارت بوينت واند بوينت، فهياخد الستارت بوينت من هنا والاند بوينت هنا ويوصلهم ببعض بالشكل دوت. تمام، راح موصلهم لي والارقام هتلاقيها مظبوطه ان شاء الله. تمام، بعد كده هقول له انا عايز استخدم وول. طيب تعالى ندخل نشوف ايه الوول، ايه اللي ممكن نستخدمها. وول
بيقول لي ممكن عن طريق الارتفاع او عن طريق الليفل، تمام؟ اي واحدة فيهم اقول له خد اللاين دوت وابدأ اديله الارتفاع بتاعي، ليكون مثلا نمبر مثلا، او اديله الليفل نمبر. هو انا شغال بالملي فهقول له خليها مثلا 7 متر. الليفل بتاعك هقول له ليفل ليفل الليفل اي ليفل اهوت. الول تايب ممكن نستخدم فاميلي تايب، وول تايب اهوت. هقول له دلوقتي بقى ايه رن، فتيجي تبص تلاقي خلاص كل الخطوط اتحولت الى حيطان او وولز او حوائط، تمام؟ تعالى نطفي الداينامو سيف. تقدر تشوف الكلام دوت في 3D. هسمي ده مثلا create wall between two lines، ماشي؟ هتلاقوا ان شاء الله اسفل الديسكريبشن. خلينا نطفي دوت، ندخل بقى في 3D هنا. في 3D نلاقي الحوادث زي ما انت شايف. هي